خرنا الغلق ها زيدك بارك اخويا بارك خرتونا في هذه البلاد هذه لا 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 ها واش الفارق خرتونا في هذه البلاد هذه واش الفارق واش الفارق خرتونا واش الدواء من عندنا هذه خرتونا واش الفارق هذا لا هذا لا اخو هذا لا بارك بارك خرتونا واش الفارق بارك واحنا في بلادنا دكتور عايشين في غمامة طالبين السلامة نصرنا يا مولانا أرفع للحشيش الجامة خلونا اليتامى تحاسبوا في القيامة سيد هاو 20,000 تحت الماء والضب وزيد البطاطا وزيد الزيت و 2000 ريال وزيد وزيد شنو رسالتك للمسؤولين رسالتك للمسؤولين المسؤولين الشفار هذوك خاص يعطيو راه الشفار هذوك حشومة عليهم كاع واحد تضررتو واحد كاريبيت 20 وشد 40,000 ريال ومخلص 14 تاعت الماء والضو محشومات يعني درشوا في هاد الايام ديال الارتفاع كل شيء هاد السيمانه كل شيء شوف الكاري وهاد السيد هذا راه مسؤول على كل شيء راه قال نايب علينا في كل شيء خويا حنا دابا غادينا بالستار ديال هادي ناقصه بزاف المره تجي تاخذ كيلو اللي كان يدي جوج كيلو واللي يدي كيلو نص كيلو الله يكون في العون بنادم بالضر واليوم 16 في الشهر بنادم كمل مع تخلصوا في الشهر جا مع كل شيء غالي بنادم راه كمل دابا حنا راه هو باركين في السوق حنا تنصوروا التاريخ تنجيبوا السلعه تنبيعوا مرات تهز كيلو كاين اللي تهز ماطيشه تقول حقق لي هذه كاين اللي باغا فلفله تقول حقق لي كاين اللي باغا فلفله تقول حقق لي الله يكون في العون المسؤولين خاصهم يتكلفوا بهذا الشيء خاصهم يمشيو لعين المكان وهي الخضره راه ماشي مهمه راه مره تطلع ومره تهبط على العرض والطلب خاصهم يمشيو للحوان ديال تبقالت ويمشيو للهريا داكشي اللي تيتفيكسا بحال اللي يضرو ديال الزيت ب 480 تفيكسا بقى ب 480 وخا يطيح ما ينقصوش منو البابا راه غدا يقدرو ياكلو ب 40 ريال الماطيشات هي غدا يقدرو ياكلو ب 60 ريال راسو يعني هاد القضية اللي شرتي لها ان المواطن جا ولك ياخذ بطاطا ماطيشة كيطاريها اه بنادم ما عندوش بنادم ما عندوش مسكين ولا تيدي قوت اليوم تيجي يقول لك عطيني حبة ديال الجبادات جماطيشات بصله و تيطاريهم تنعبرهم ليه هما تياخذ تقتل عليه 20 درهم 25 درهم طويجين ديال جوج زوافريات يقتل دابا 50 درهم بلا لحم فين خبزو فين زيتو فين اللحم كلشي غالي بزاف خاص المسؤولين يمشيو لعين المكان يعني بالنسبه لكم نتوما الرباح ديالكم قلال الله يشعل البركه حنا كيف صورنا كيف ما صورناش ما غتفوتش الحرفه الحرفه هي الحرفه ما عندكش شي ميدان اخر غتمشي ليه المهنه هي المهنه ديالك بزمنك لما صورتيش هاد السيمانه تتمنى السيمانه الاخرى ما صورتيش هاد الشهر تتمنى الشهر الاخر ما عندك فين تمشي 240 شتي ها انت ماطيشه 4 الماطيشات 240 المواطن اللي دويتي معاه مضرور دابا بزاف كاع المواطن مضرور يعني كتشوف في العينين ديالهم البكاجي تيجيو عندنا في الوجه ديالهم ساكن تبدل المواطن بزاف واش بصله خداريه ب 4 دراهم جمله واخا الخضار يبيعها ب 120 راه ما تيصور فيها التريال راه نص الوراق راه تتعبر في الميزان الكبير 100 كيلو تتكسر ليه 10 كيلو في الميزان تيجي بلانا تاني بدا يتكسر ويبيع وهادي ويعطي منا الله يكون في العون شي بايطه الله يرحم الله يكون في العون هادشي راه بزاف خاص المسؤولين خاصهم يمشيو لعين المكان المسؤولين خاصهم يمشيو لعين المكان راه دابا هاد الناس الغلاظ راه هما اللي غلبوا على البلاد شكون هما الناس غلاط؟ هما التجار الغلاط هما اللي الاموال هما اللي غلاو البلاد خويا اللوبيا ب 460 ريال اللوبيا ب 15 درهم باش نبيعو فيها اليوم اللوبيا رخيصه شحال كتوصل شحال كتوصل كانت وصلت 25 درهم 25 درهم اللوبيا اللوبيا 15 درهم هذا اللي جا دابا تيبيع الدجاج تيبيع فيه ب 20 درهم الكيلو باش يبيع في الدجاج والدجاج دايره 340 هذاك راه الشفار هذا اللي جا دابا هو راه الشفار تبيع الدجاج هو فين هرب هذه هذيك القضية ديال صابو شافر بيس 600 قال لي 22 ما يكذبش هذه هذيك القضية ديال راه شافر بيس ما يكذبش باش تنبيعو طاطا دابا كاينة 7 دراهم طاطا حلوة 8 دراهم القاسمية 8 دراهم المحبور 6 دراهم الفوطة 7 دراهم خيزو 100 دريال المطيشة 9 دراهم البصلة 240 الكركوبة الخضارية دايرة 120 اللوبيا 15 درهم
حقوق داير 10 دراهم الشيفرون كنا نبيعوا فيها ب 4 دراهم دابا 8 دراهم حتى هو غلى الدنجال 8 دراهم الفلفله 12 درهم المواطن راه محن بزاف محن بزاف خاص المسؤولين يمشيو لحين المكان شكرا.